هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات القوس. بتمنى حبايبي برج القوس تكونوا بخير وتضغطوا على زر سبسكرايب إذا كنتوا جداد. مرحبا بكم. والناس القدامى والجدداء يضغطوا على زر إعجاب ويكتبوا لي كومنت إذا القراءة مشت معاكم. وبحبكم حبايبي. وهلا رح نبلش يعني قراءة الشهر. أول شي رح نشوف عاطفيا، بعدين ماليا، وبعدين صحيا. أوكي حبايبي برج القوس. والقوس يعني القوس صراحة يعني برج كتير حلو بصراحة، و يعني بحسه كأنه بينجذب للجوزاء. أنا كمان أنا جوزاء، وبحس القوس إنه بينجذب للجوزاء. يعني عنده نفس مو جنون راح نقول، بس نفس التحرر، نفس التفكير، نفس المغامرات، لأنه برج الجوزاء بيحب كتير المغامرات. وكمان القوس متسرع بصراحة بعض الأحيان، مثل الجوزاء بصراحة بحسهم بيتشابهوا في بعض الأحيان في بعض الأشياء. أوكي، وعندي يعني بصراحة عندي ناس كتير من برج القوس، ومن جميع الأبراج بصراحة بعرف ناس كثير من جميع الأبراج تقريبا، بعرف شخصياتهم وكل هاي الشيء وكل هالأشياء. أوكي هلا رح نشوف عاطفيا عند برج القوس المتسرع بعض الأحيان، الصريح اللي بيحب المغامرات. أوكي بحب أفرنط الورق كتير منيح منشان ما يطلعوا نفس الطاقات. أوكي طاقتك، أوكي طاقتك بصراحة كتير حلوة. أوكي أول شي بحس طاقتكم، بحس كأنكم اول شي بحس كانكم متمسكين برج القوس طاقتك، يعني بحس كانك متمسك بالمال كتير، متمسك بيه يعني هيك ما بدك تترك المال او العمل اللي انت فيه. يعني طاقتك انك متمسك من شي ما بدك يهفل او يروح. كمان طاقتك احتفال، او اذا انك بتبين الناس انك مرتاح وعم تحتفل وان كل شي بخير، بس جواتك حزن كبير. راح نشوف في القراءة اذا كان هذا الشيء او لا. اوكي المهم في طاقتك، يعني انت طاقتك بتحتفل باحتفال، متمسك بشي ممكن يكون مادي او شريك، متمسك بشي يعني بشخص ما بدك اياه يروح ويتركك لأنك بتحبه. في العاطفة بشوف أنك أنت بتجيك عروض، بس هذه العروض أنت ما بدك إياها، أنت بدك عرض آخر، عرض من إنسان ثاني، يمكن إنسان من الماضي. الإنسان بيجوك عروض كتير، بس الإنسان من الماضي اللي بدك عرضه يجيك من الماضي، وبحس كأنه هالعرض راح يجيك. اوكي رح نبدأ من الاول. زي ما قلت لك بحسك انك لسه متمسك بشخص ما من الماضي، ومتمسك بحب شخص ما فل وراح، او انكم متزاعلين ولسه متمسك بحبه ما بدك تخسر هالشخص. بشوفك كمان بتراقب شخص ما على السوشيال ميديا، حاسه هيك صراحة شايفة هيك، يعني حس كأنك يعني بتراقب شخص ما بصراحة، بكل صراحة حس كأنك بتراقب شخص ما على السوشيال ميديا، بدك تعرف شو عم يعمل، إذا أناس تانيين طلعوا في حياته يعني ظهروا في حياته أو هيك. شوفوا بس كسرت القلب، يعني حدا من الماضي هذا الشخص بدك ياه يرجع، بدك ياه يقدم لك عرض. بس بحس كأنك يعني رح تستشفى حبيبي، يعني القوس
راح تستشفوا، راح يصير عدالة معك، راح تصير عدالة معك، ولسه مربوط انت بالماضي. ليش يا حبيبي؟ اوكي، بحس كأنه هذا الشخص يعني بتحبه كتير فوق ما تتخيل. هو كمان بصراحة بشوفه عم بيحبك هذا الإنسان، بس حسه كأنك أنت متربط في هالعلاقة، ما عارف كيف راح تطلع منها. قلبك مكسور من هذا الشخص، يمكن غدرك أو خانك أو كذب عليك في شيء. حس كأنه الحق يعني العدالة راح تتحقق معك، أنت كمان تستنى عدالة تتحقق معك، عدالة في الحب، يعني هي الأوراق بتاعت العاطفة. وكمان حبيبي صراحة راح توضح لك، في صراحة راح توضح لك، هون راح توضح لك. وبشوفك كمان هالشهر يعني راح تتواصل مع ناس كتير من جميع الأجناس ومن جميع العالم كله، يعني العالم كله، يعني راح تتعرف على ناس جداد، راح تتواصل مع ناس جداد. فهمتوا علي حبيبي كيف؟ بشوفكم كمان راح يوضح لكم أشياء كتيرة، راح توضح لكم أشياء كنت مستخبية، والشمس راح تطلع لكم، راح تعرفوا كل شي حبيبي. وهذا الإنسان اللي انت منافئ، ناس كتير مقدمين لك عرض وحابينك انك تكون معاهم في علاقة عاطفية، بس انت رافض وبدك شخص من الماضي، هذا الشخص راح يرجع عندك. اوكي حبيبي، انا بقرا السيناريو اللي طالع لي، ممكن القراءة كمان تكون عكسية. هذا الإنسان راح يرجع لك. هذا الإنسان توأم روحك، توأم روحك، وحقيقة ما راح تظهر لك، حقيقة ما، صراحة ما. وإنت كمان بدك تقول الصراحة، بدك تروح عنده وتقول له. بنصحك ما تروح عند الإنسان وتقول له أسف حبيبي وتقول له أي شيء، ما تقول له ولا شيء، ما تروح عنده وتقول له ولا أي شيء. هو راح يجي عندك وراح يقدم لك عرض، لأنه هذا الإنسان شايفك إنك مثله، إنك بتشبهه. فهمت علي حبيبي؟ اوكي، راح اقول الطاقات اللي طلعت لي هون، هون راح تكون انتهت يعني القراءة العاطفية. هلا راح نروح للمال. اوكي للمال حبيبي، ما بتبقوا يعني تبكوا على الاشياء اللي راحت، اللي راح راح. دايما بقول هاي الكلمة بصراحة، لأنه اللي راح راح، ما راح يرجع. شو راح يعني؟ شنو في بيتنا نعمل إحنا؟ بعد الأحيان لما يبعد عنا شخص بيكون لصالحنا إحنا، فهمتوا علي؟ يعني بيكون لصالحنا إحنا، لأنه بعد راح يجينا من وراه خير. ما في شخص بيذهب نخسر كل شيء، بس إذا لكنا إحنا، إحنا اللي أذيناه. بس لو كان هو اللي أذن لازم نكون مرتاحين أكتر، لأن إحنا ما أذينا حدا. أوكي حبايبي، وطاقات نارية، طاقات هوائية، برج العذراء، طاقات هوائية، برج الميزان طلع عندنا مرتين. وطاقات مائية وطاقات ترابية، طاقات ترابية مو كتيرة، بس هي الطاقات اللي طلعت معانا وهي الأبراج. وبصراحة بشوف كل الأبراج لما يطلع لنا يعني كارت العالم، بحس كأنه كل الأبراج بصراحة. أوكي هلا راح نروح مليان بعدين صحيان حبيبي. حس حبيبي كأني بدي قبل ما راح نروح نقرا يعني الحياة المالية وكمان الصحية، راح نشوف، راح اخذ نصيحة. انا بدي اخذ لكم نصيحة، يعني بدي نصيحة. برج التمر،
لانه خدت ورق كتير، لانه بطاقات كتيرة، باش لانه اي واحد يعني في النصيحة ياخد. اوكي خدت ورق كتير لانه ناس كتير، يعني راح يكون ناس كتير وطاقات كتيرة. اول شي طلع عندنا برج الثور، انت راح تتزوج الى برج القوس، راح يجيك عرض زواج، بس بشوفك انك ما بدك هالعرض الزواج او من هيدا الشخص، ممكن كمان هذا الطاقة يعني برج الثور. اوكي نصيحة، ممكن هذا الشخص تكونوا مختلفين دينيا، عقائديا، اجتماعيا، يعني شيء بينكم مختلف، تربية، محيط، بلد، تقاليد، ديانة، فهمتوا علي، معتقد، فهمتوا علي حبايبي. شوف كمان بحس نصيحتكم يعني برج القوس، اتركوا كل شيء بيزعجكم، لانكم هالشهر راح تكونوا مثل الساحرين، راح تسحروا كل اللي حواليكم بكلامكم، بافعالكم، طريقة تصرفكم، كل شيء. حاولوا تبعدوا عن الصراع النفسي، عن الصراع النفسي اللي جواتكم، عن يعني هالطاقة السلبية والتفكير السلبي، ومربط حالك ومنك قادر توقف، وهي يعني هالصراع النفسي حاول انك تطلع منه. لما تطلع منه تاخد توازنك وتوازن ما بين القلب والعقل، راح تشوف للأمام، راح تروح للأمام، ولما تقدر توقف على رجلك راح تحس أنك مستقر، أنك ما محتاج حدا. فهمتوا علي حبايبي؟ هاي نصيحتكم. يعني بصراحة كنت حاسة بدي أخد لكم نصيحة، يعني يطلع لها الكروت عشان تعرفوا كيف راح تتصرفوا. حسيت هيك بصراحة، مو كل الأبراج عملت معهم هيك، بس حسيت إنه محتاجين هاي الأوراق تطلع وهي الكلام يتقال. أوكي حبايبي، أوكي هلأ راح نروح للحياة المالية. حبيبي لازم تتصدقوا شوي، المال لازم حبيبي تتصدقوا. أول شي لازم تتصدقوا، لازم تتصدقوا حبيبي. شوف المال بصراحة هذا الشهر راح يكون عندكم استقرار مادي، استقرار مادي بصراحة كتير حلو. لازم تتصدقوا، لازم تصدقوا. حاولوا ما تتسرعوا في قراراتكم او في ردة فعلكم في العمل مع الاشخاص اللي حواليكم، منشان تكونوا يعني سعيدين وتكونوا مرتاحين في شغلكم. راح يكون عندكم استقرار حبايبي في المادة، راح يكون استقرار كتير حلو بصراحة. بشوف كمان انكم راح تكونوا متوازنين في الشغل، ما راح يعني لو كنتوا الأحب تتعبوا حالكم في الشغل كثير كثير وتعطوا كثير مجهود وما بتهتموا بحالكم، راح تصيروا توازن، زي ما بتهتم بحالك زي ما بتهتم بشغلك. فهمتوا؟ ما تهملوا صحتكم أو هيك. بصراحة بشوفكم يعني في الشغل الأمور يعني أنت ماسك زمام أمورك ورايح وبتشتغل 100%
ومستقر بس حاول ما تتسرع في قراراتك، في كلامك، في ردود أفعالك، حاول ما تتسرع. شوف بقى عندك سعادة في العمل بصراحة، شوف راح يجيك مال، راح يجيك مال ما يعني ممكن من مدير أو ترقية أو منصب أحسن من المنصب اللي كنت فيه. بصراحة بشوف يعني تنتقلوا من مكان لمكان أفضل وأريح وكل شيء. أوكي حبايبي، طاقة هوائية كمان مائية ترابية، أكتر شي ترابية وشوية نارية. أوكي حبايبي، هيدا الشي اللي طلع معانا في الماء. هلأ رح نروح صحيا. أوكي حبايبي صحيا. صحيا حبايبي، ان شاء الله يكون خير. اوكي حبيبي، اكثر شي بحسه كأنكم بحس كأنكم انتو صحيين بصراحة، بحس كأنكم لسه مأثر عليكم الأشياء اللي مضت، الماضي اللي كان لسه مأثر عليكم. فهمتوا علي حبايبي؟ لسه مأثر عليكم كيف راح اقولكم، لسه مأثر عليكم الجروح اللي كانت في الماضي. يعني اكتر شي بحسه كأنكم نفسيا، ولكن بحس كأنكم هالافكار السلبية وهالافكار اللي سيئة راح تهم، يعني راح تخلوها وراكم وتروح للامام، ما راح تضلوا تفكروا في الاشياء اللي راحت. فهمتوا علي حبيبي؟ بصراحة شايفتكم هيدي الأفكار السلبية وهيدي الشي اللي محوطكم وهيدي الطاقة وهيدي الشي، وإنك عم تراقب شخص ما أو إنك بتبص على حياة شخص ما يمكن من الماضي، وهيك رح تبطل هيدي الشي. لما تبطلوا رح توصلوا للتوازن اللي خبرتك عنه، رح توازنوا بصراحة. ما بشوف شي يعني شي بيخوف، بس حاولوا إنكم تتركوا الأشياء اللي مو حلوة يعني لصحتكم ونفسيتكم. اوكي حبايبي برج القوس، اوكي حبايبي هلا القراءة انتهت، اكتبوا لي في الكومنت اذا القراءة مشت معاكم نسبة كام، وكمان شو يعني بدكم اعمل توقعات، كيف بدكم يعمل اعملها، ويعني بالاحجار او بالعشريات او بالحروف. اوكي حبيبي اكتبولي في الكومنتس، و I love you، باي باي، اشوفكم في توقعات جديدة، باي حبيبي.